بأن الكابتن حموته ظلم كثير صراحة واستنقص من عمل كثير، وللأسف الاستنقاص هذا ليس فقط من قبل الجماهير بل من قبل يعني قامات رياضية ما كان يفترض منها أنها تطلع بمثل تلك الكلمات لأحد المدربين العرب اللي نحن نفتخر فيهم ويفتخر بهم كل عربي اليوم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم وقناتنا انور برو. اصدقائي الاعزاء في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا اول تعليق للاعلام الاماراتي بعد خروج الحسين عموته من المنتخب الاردني وعوضوه بجمال السلامي هو المدرب المغربي ديالنا القدير. اصدقائي ديالي في نفس الوقت تحدثوا على المدرب ديال المنتخب العراقي اللي حاول ينقص من قيمه الحسين عموته واكدوا بان الحسين عموته الانجازات ديالو تتحدثوا عنه، يعني ما تحتاجوش تهضروا بحال هكا يا حمد ولا شنو سميت بابا. اصدقائي ديالي دخليكم تشوفوا الاعلام الاماراتي شنو قال في هذه القضيه، نتوما شوفوا حكموا واعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات ما كراتش. كل واحد فيكم شاف الفيديو يبركنا على واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء ما غاديش نطول عليكم، دوزوا مباشره نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في نهايته. سمعنا ان نادي الجزيره الاماراتي قريب من التعاقد مع عموته، ولكن حسب الاخبار اللي عندنا ان لا، ما في يمكن غير هذا الكلام، ولا ممكن التفكير في عموته او ممكن التواصل في عموته في الفتره الماضيه، ولكن عموته اعتقد فضل الرحيل والعوده الى وطنه المغرب. حسب المعلومات اللي عندي انه بيكون في المغرب في الموسم المقبل، هذا والله اعلم. طلعت اشاعه انه يروح الجزيره او يروح فريق طبعا السابق، لانه هو طبعا لعب كذلك في فريق الرياض السعودي، يمكن الناس ما تعرف هذه المعلومه، ولكن كان في احاديث انه يروح الى الامارات السعوديه، ولكن حسب المعلومات انه بيرجع الى المغرب. وطبعا ما عجبني بعد كذلك تصريح المدرب العراقي المحترم عدنان حمد عندما انتقد عموته في لقاء ماضي من فتره، انتقد عموته كمدرب، ينتقد مدرب لا، ما تجوز، ما تركب يعني. انت مدرب كبير عدنان حمد، لك صولات وجولات، ولكن عموته كذلك مدرب كبير، واتمنى يكون ما في احاديث او حديث انتقاد على عموته. عموته العوده الى خساره لو نتكلم ابتعد عموته عن المنتخب الاردني. عموته طبعا انه بتكون خساره بحكم انه النتائج اللي قدمها مع المنتخب الاردني فهي تعتبر نتائج تبقى للتاريخ. فعمل يعني عمل كبير داخل المنتخب الاردني، ما ننسى يعني ما ننقص من المجهودات اللي قامت بها الاتحاد الاردني، لانه وفروا كل جهودات للمدرب حسين عموته، وهذا واقع من اجل انه ينجح. وشاهدنا حتى لما حقق نتائج، لما وصل لنهائي كاس اسيا كيف تم استقبال هذا المنتخب كاستقبال الابطال من الملك الله يحفظه، ومن الامير، ومن الاتحاد الاردني. فحسين عموته يبقى يعني من المدربين الكبار، لكن شيء حتى كابتن عدنان حمد فهو من المدربين المخضرمين، من المدربين المحترم جدا. نعم. يعني اللي قدم يعني نتائج جد طيبه مع العديد من من من, من المنتخبات والانديه، لكن يبقى دائما هذه المشكل اللي احنا دائما نقع فيه، لازم ان احنا نحاول نتفادى طريقه السؤال كذا. بالنسبه لان لا يمكن انك انت تنتقد او تحاول انك انت يعني تنقص من الانجاز بتاع شخص معين. فحسين عموته بدون منازع ولا نقاش فيه، والتاريخ هو اللي يتكلم، ما تقدر تمحيها في التاريخ انه هو وصل نهائي لكاس اسيا، ما تقدر تمحو من التاريخ انه هو وصل منتخب الاردن للملحق للمرحله الثانيه من كاس عالم. فهذا واقع، فاحنا دائما نحاول انه ننقص، وهذا الشيء ترى هو اللي اثر كثير على الكابتن حسين عموته. لانه لما يكون انسان بيشتغل وبيجتهد وبيحقق نتائج ايجابيه، وانه يلاقي انه وراها انه فيها انتقادات وفيها اشياء كثيره، وفيها انه والله العمل اللي اتعمل والله مش المدرب، والله في العمل اللي اتعمل كان اتعمل من قبل على اساس تخطيط، على اساس مش عارف ايش، فهذا الكلام هذا فاعتقد انه غير ايجابي. اكيد فالتاريخ دائما يعني يبقى موجود، والنتائج اللي هي موجودة الحين. لو تسألني من أفضل مدرب في تاريخ الكرة الأردنية، هقول لك الكابتن حسين عموته هو أكبر مدرب في تاريخ الكرة الأردنية، واللي حقق نتائج إيجابية كأرقام. هذا واقع، هذا واقع.
ما نقدر ان احنا نمحيه، ما نقدر ان احنا نمحيه، لان ثلاثه مدربين مروا على تاريخ الكره الاردنيه، المصري نعم. الجوهري وكذلك العراق عدنان حمد والان عمرو وحسام حسن. وحسام حسن وصلوا لنصف نهائي، برافو صح. صح. لكن عموت الوحيد في تاريخ الكره الاردنيه اللي وصل لنهائي كاس اسيا. نعم. محمد كان عموده كان بس يحتاج الى حظ عبد الله، يعني اللي هو سوء الطالع للاسف، يعني يوصل ويقدم مباريات لكن ما يتوج، هذا اللي شفناه نحن في اكثر من 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 بطوله. لكن اللي قدمه عموته على المستوى المطلوب وعلى على الاستراتيجيه اللي بنت فيه المنتخب الاردني لم يحقق ابدا صراحه. لكن اليوم عموته يتواجد في الدوري الاماراتي، اذا تواجد في الاماراتي هذا مكسب. مثل هذا المدرب اليوم على 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 الفكر اللي يلعب الفريق، المنتخب الاردني كان في اسيا كان يمتعن عبد الله، مو بس كان يفوز، كان في متعه حتى تبديلاته حتى قراءاته الفنيه كانت مميزه. يعني سوء الطالع والحظ اللي ما وقف مع عموته مع المنتخب الاردني، لكن انا اشوف يمكن خيره بالنسبه للمدرب انه يمكن يفتح له باب اكبر سواء كان في السعوديه ولا كان في الامارات او كان في انه يرجع يدرب احد الانديه المغربيه. نعم. طيب ابو احمد، عموته ظلم من قبل الاعلام الاردني؟ بكل تاكيد هذه المقوله هي الثابته وهي اللي واضحه وهي اللي نحن نشاهده، بان الكابتن عموته ظلم كثير صراحه واستنقص من عمله كثير، وللاسف الاستنقاص هذا ليس فقط من قبل الجماهير بل من قبل يعني قامات رياضيه ما كان يفترض منها انها تطلع بمثل تلك الكلمات ل احد المدربين العرب اللي نحن نفتخر فيهم ويفتخر بهم كل عربي. اليوم الكابتن ذكر تصريح للكابتن الكبير عدنان حمد الله يذكره بالخير. كابتن عدنان اسم كبير في عالم التدريب وقدم العمل الكثير، ولكن اليوم على مستوى الكره الاردنيه انا اتفق مع الكابتن عموته هو الرقم واحد بان طيب. ما عمله الكابتن حسين عموته لم يسبقه. شوف انا اخشى ما لا اخشاه، يعني ان المنتخب الاردني يندم على استبعاد عموته. لا صحيح انه لم يتم استبعاد الكابتن حسين عموته من الاردن، فهو هو اللي طلب، هو اللي قدم اعتذاره لظروف معينه على اساس انه هو ما يقدر يكمل مع المنتخب الاردني، لانه انا نعرف حسين عموته بشكل يعني كبير، لانه في الجهاز المعاون المساعد المدرب بتاعه هو هشام ادريسي، هو الاخ هو اخي، فهو المساعد مع الكابتن حسين عموته، فكانوا يشتغلون بشكل كبير، فكانوا الجهاز المعاون كانوا دائما تواجد في 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 بلد الاردن، فكانوا دائما تواجد في مقر الاتحاد يشتغلون يعني بشكل مطول على الفريق. يعني هذا شوف النتائج الايجابيه ما تيجي من صدفه، فهي بتيجي من عمل. لما يكون في اجتهاد ولما يكون في عمل ولما يكون في تعب فاكيد انك انت بتحصد النتائج. اذا ما في اجتهاد وما في عمل وما في اهداف مسطره انت حابب انك توصلها فاكيد انك انت ما تقدر تحقق النتائج. فحسين عموته في ممكن اضيف تفضل سامح. لا تفضل. كل الناس تعمل ولكن الفكر نعم صحيح، الفكر اللي يملكه كابتن حسين هو اللي يضاف. حسين عموته على حسين عموته ليس فقط في منتخب الاردن، حسين عموته ترى تكلمنا فيها قبل في كل مكان يروح فهو بيقدم نتائج ايجابيه. لا ننسى انه هو 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 بطل الدوري القطري مع السد القطري كمدرب رئيسي، صحيح. وكان لاعب فيها وكان لاعب في, 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 في السد القطري، صحيح. وخاض الدوري كلاعب مع السد القطري، صحيح. ولما كان الفريق فاز بدوري ابطال اسيا السد القطري فهو كان متواجد كمدير رياضي، فاز مع فريق الوداد البيضاوي بدوري ابطال افريقيا، فاز بالدوري المغربي مع الوداد الكونفدراليه الافريقيه، يعني اشياء كثيره مع الفتح اعتقد مع الفتح الرباطي، نعم. كاس المحليين كاس افريقيا مع المنتخب المغربي، وكان مرشح هو الاقوى انه يكون متواجد مع المنتخب المغربي، لكن ظروف هي اللي لحد الان مرشح من المرشحين كذلك. انا بعد المعلومه من المرشحين اللي يكون في طبعا الحال بيكون في هناك ترشيح، لكن نتمنى الاستقرار ان شاء الله. هو يروح الوداد افضل لك كابتن؟ والله الوداد الحين بيحاولوا بشكل كبير على انهم
على انهم يقنعوا انه يكون متواجد في فريق الوداد البيضاء ان شاء الله يروح الوداد لمده سنتين. فحتى كان في مفاوضات مع فريق نادي الجزيره وهذا بيكون يعني شيء كبير وشرف لحسين عمود ان يكون متواجد في الدوري الاماراتي مع نادي كبير كنادي الجزيره. فكيف إن شاء الله. انه قادر طيب. انه يحقق نتائج ايجابيه. لا لا شو عبد الله بعد في نقطه مهمه لازم نشيد في عموته من المدربين المؤدبين يعني اللي ما يتكلم صحيح. وعنده لغه الصمت دائما لكن احيانا لغه الصمت ممكن ما تنصفك. هو دائما صامت ما يتكلم يعني حتى شوف حتى اعتذاره اللي قدمه للاتحاد الاردني ما تكلم بعدها وما قال شو المبررات او شو الاسباب اللي خلته انه ياخذ هذا القرار. فبالتالي احيانا المدرب لازم يعني يطلع للواقع اللي يتكلم فيه ويقوله. لكن هذه نعمه ايضا انه يكون صامت ويعرف هو اللي قدمه في الميدان يعني فاهم علي ان اللي قدمه في الملعب شاهد على معروف انه هو ما يتكلم ايه صحيح وصارم نعم ايه هو صارم وما في عنده مجاملات ما في عنده الامور هذه. فهو شخص صارم جدا ودائما ما هو يحب انه يشتغل اكثر ما هو انه يعني أكيد. يركز أكيد. على الامور الخارجيه نعم لان حسب المعلومات انه بيكون المدرب القادم لفريق الوداد عموته ان شاء الله يقولون لمده سنتين بنشوف ان شاء الله الاخبار تقول نعتقد ينقص الوداد المدرب الان في الوقت الحالي مع وجود لاعبين مميزين ففي محاوله قويه جداً. في محاوله نعم. قويه لكن هو الحين في اتصال مع رئيس النادي القادم وكذا فبيحاولوا لا رئيس ايتمن حتى الرئيس البرناكي فهو لانه اوجه له التحيه من هذا للرئيس البرناكي اللي كنا متواجدين معه فهو شخص يعني بيحاول انه يرتب الامور بيحاول انه يعمل يجتهد اكثر من اجل عوده الوداد البيضاوي فهو حاول انه هو يتعامل مع نعم. حسين عموته لكن الحين المفاوضات لسه ماشيه ان شاء الله تمشي بالطريق الصحيح ونشوف الافضل أكيد. للطرفين نعم لان فريق الوداد او جمهور الوداد يستحق طبعا مدرب بوزن عموته حتى يعود فريق الوداد الى سكه الانتصارات والبطولات. نشوف الصور مشاهدينا الكرام اذا جاهزه كابتن يوسف اعتقد من افضل الاظهره مع فريق ظهير ايسر بالعمري اعتقد كابتن يعني. يوسف قدم اوراق اعتماد مع فريق الرجاء واحد من افضل الاظهره على مستوى المغرب يستحق انضمام المنتخب والله اخي ظهير ممتاز والله بحكم الاداءات اللي قدمها فريق الرجاء البيضاوي اعتقد انه امكانيات كبيره ف يعني ليش لا يعني الباب دائما مفتوح للجميع اللاعبين المغاربه خاصه اللي هم يتالقون في الدوري المغربي من اللاعبين المميزين ومن اللاعبين الاساسيين من مفاتيح فريق الرجاء البيضاوي اللي قدموا سنه متميزه الباب مفتوح دائما نعم. للمنتخب المغربي أكيد. اي لاعب انه يجتهد يجتهد ويحقق نتائج فالباب مفتوح انه يكون مدرب مجموعه لكن انه يستحق انه ما يستحق فهذه فهذه تبقى عند الجهاز عند المدرب عند الجهاز الفني هو الرؤيه أكيد. الرؤيه اللي عنده في المجموعه لانه نعم. تعرف الظهير اللي صار دائما ما كان يعني بالنسبه لي في شكوك على مستوى الظهير اليسار لكن انا اعرف يحيى عطيت الله لانه جاورته مباشره لما كان متواجد في الوداد البيضاوي قبل ما يحترف انه شخص محترم جدا يحيى عطيت الله شخص انه مجتهد بامكانيات كبيره فاشوف انه الظهير اليسار بالنسبه لي انا اشوف انه هذا اللاعب مظلوم اعلاميا عطيت الله يحيى عطيت الله لانه اللاعب ادى بشكل كبير في كاس العالم صحيح. وكان من الاسباب او من اللاعبين اللي حققوا الانجاز التاريخي اللي وصلوا لنصف نهائي وما ننسى بانه العرضيه اللي عملها ليوسف النصيري اللي سجل بها في مباراه الربع النهائي ضد المنتخب البرتغالي فهو صاحب الاسيست هو عمل مباريات كبيره فاعتقد انه الظهير اللي صار فبالنسبة عطيت الله فبتمنى من الإعلام أنه يحاول أنه يعطي حق هذا اللاعب هذا الله. لأنه فعلا لأنه إنسان خلوق ما يتكلم كثير ما يظهر كثير في الإعلام فهو يعني يستحق أن يكون دائما أساسيا داخل المنتخب الوطني أكيد طبعا يحيى عطيت الله كثرة طبعا الكلام عنه كذلك فترة ماضية أنه مطلوب من قبل نادي الأهلي المصري الأهلي المصري إيه مطلوب قيمة فنية كبيرة عطيت الله طبعا مطلوب من الاهلي المصري لاعب نشط ظهير نشط احنا ما نقارن اللاعب بالله ولكن كل مدرب له وجهه نظر معين او عنده قراءه فنيه بخصوص هذا اللاعب بالنسبه للاعب بالعمري فعنده امكانيه انه هو من خلال
اصدقاء ديالي خوتي عزاز، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي عزاز، بركونا على واحد لايك وتبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. تهلاو ليا فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.